رح يكون الورشة الثاني إن شاء الله نتكلم عن مبادئ الحركية الدموية مع الدكتور حسان حوا. الدكتور حسان هو استشاري أمراض داخلية وعناية مركزة للكبار في مستشفى ملك فيصل تخصصه في السعودية، أكمل تخصصه العالي في بريطانيا عام 2011، وطبعا له اهتمامات متعددة في الجودة في الرعاية الصحية والتعليم الطبي المستمر. راح نكون حوالي أعتقد ساعة و40 دقيقة إن شاء الله من الآن. تفضل دكتور حسان إذا جاهز. حياك الله. حياكم الله أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله. أنا ما عندي مانع، بس ربما الأفضل بسبب طريقة الزوم أن تكون الأسئلة إلى آخر المحاضرة، لأنه ممكن جزء من الأسئلة اللي راح تنطرح أنه أنا راح أجيب عليها أثناء المحاضرة. تمام أو الوركشوب. حقيقة يعني الوركشوب مثل أنا على شاكلة الدكتور ياسر أخي وصديقي العزيز. هذا المحاضرة أو الوركشوب راح نعطيها بالعادة بناخذ فيها يوم كامل، عفوا يومين، راح نختصرها بزمن قياسي اليوم إن شاء الله تعالى، فنسأل الله السلام. يعني راح ركز أكثر على الجوانب اللي ممكن تفيد إخواننا في الداخل السوري في المناطق ذات الموارد المحدودة، إن شاء الله تعالى يجدوا الفائدة والمتعة في كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم عن المبادئ الحركية الدموية. حقيقة موضوع يعني مهم لكل طبيب ممارس يتعامل مع المرضى في الناحية السريرية، لأنه تقييم الناحية السريرية للمريض قد يكون تحدي، بالذات من ناحية أنه هل المريض يحتاج إلى سوائل أو لا وما إلى ذلك. طيب الأوتلاينز للوركشوب تبعنا اليوم إن شاء الله تعالى راح تكون، راح شارك معكم حالة مرت معنا حقيقية، وهي الحالة راح ترافقنا خلال الورشة بالتدريج إلى أن نصل إلى نهاية الورشة إن شاء الله تعالى. راح نتساءل أنه ليش ما بنعطي المرضى سوائل إذا كان مريض عنده هبوط في الضغط، ليش ما بنعطي سوائل وانتهى الأمر يعني. راح اتطرق أنا بعدين كيف نقيم خطوة بخطوة الحالة الحجمية للمريض اللي قدامي اللي أنا عم تعمل معه عنده هبوط في الضغط أو نقص في التروية. راح اتطرق ليش كتير بنعتمد على المين أرتيريال بريشر، معدل الضغط الوسطي، شو فوائده وليش نحن كتير مهتمين فيه. راح اتطرق إلى القسطرة المركزية الوريدية والضغط الوريدي المركزي، شو اللي بيحدد لنا اياه وشو الجوانب التقنيه، وكلمتين سريعات عن مكان القسطره المركزيه لانه شيء مهم. علامات الترويه، في كثير علامات ترويه ممكن نعملها at the bedside مثل ما بيقولوا، هاي كثير بتفيد المناطق محدوده الموارد، ايضا راح اتكلم عنها. ان شاء الله بضل عندي وقت نتكلم عن انواع الصدمه، ومقدمه سريعه على الادفانس ديناميك مونيتورنج، اجهزه مراقبة الحركية الدموية المتقدمة. طيب نبدأ بالحالة. عندنا مريضة عمرها 60 سنة تشكو من فشل في الكبد، تنتظر زراعة كبد. نحن مركزنا مركز زراعة كبد، كان عم يعالجوها الالتهاب في الصدر واضح يعني من القصة السريرية ومن الحرارة، مع أنه الأشعة كانت ما فيها ترشحات. صار عندها أكيد كن إنجري، فشل كلوي حاد وهبوط في الضغط، فهم طلبوا عليها فريق العناية المركزي يجي يقيمها. بالفحص السريري المريضة عندها أبو صفار وعندها هبوط أو في الوعي، بس تتكلم لما بتكلمها بتستجيب، لكن تنفسها شوي متسارع، بس ضغطها واضح إنه نازل 90/45 ملليمتر بطيء، وشوي تسارع بضربات القلب، حرارتها 37 والأكسجين معقول 96% على أكسجين من قنية أنفية. فحص السرير للصدر ما بدأنا شيء، في كان انتفاخ في البطن سببه طبعا الاستسقاء أو الحبل. فهون السؤال، نعطي هالمريضة سوائل ولا ما نعطيها سوائل؟ فأنا يعني حقيقة بعد ما خلصت تدريبه وهي وجدت أنه فعلا من الأشياء الأكثر تحديا لأي طبيب هي تقييم الحجم داخل الأوعية الدموية.
ويعني دائما بشوف امثله سواء من ايام التريننج تبع من ايام التدريب او حتى بعد ما صرت استشاري والله يسر، انه في كثير اطباء بيواجهوا صعوبه في تقييم الحجم داخل الاوعيه، وحقيقه هو يعني علم وفن في ذات الوقت، وبيحتاج كثير من الانتباه لوضع المريض والمعطيات اللي امامنا. وان شاء الله بنهايه هاي الورشه راح يكون هاي المهمه اقل تحديا، ما راح يكون يزول إن شاء التحدي الله اقوى، إن شاء فراح الله. تكون اقل تحديا ان شاء الله تعالى. طيب، لان سؤال ليش ما بنعطي المريضه هي عندها هبوط في الضغط، ليش ما نعطيها سوائل ونريح راسنا؟ واذا قررنا نعطيها سوائل، شو هو الهدف اللي راح نعطيها؟ يعني نعطيها سوائل لحد ما يصير ضغطها 100، ليصير ضغطها الانقباض 120، هل في هدف معين من اعطاء السوائل بخلينا نوقف عن اعطاء السوائل؟ او امتى لازم نوقف اعطاء السوائل اذا قررنا نعطي المريض السوائل؟ حقيقة اللي يجيب السؤال، جاءت السؤال الأول، ليش نحن بنقلق من إعطاء السوائل؟ لأنه في عدة دراسات أثبتت لنا أنه إعطاء السوائل في غير وقتها في غير محلها قد يزيد من مو بس المرضى للمريض، بس أيضا حال عدد الوفيات. هذه دراسة قديمة تبين أنه قارنوا الحجم السوائل عند المرضى اللي شاركوا في الستدي تبعت الفاس هذا الفيزوبريسن، وجدوا انه المرضى اللي كان عندهم سوائل اكثر الفلويد بالانس كان اكثر، زادت عندهم الوفيات. دراسه ثانيه مشهوره جدا، اكثر من 1000 مريض قيموا حالتهم، وجدوا انه من الاشياء المهمه اللي وجدوها هذول المرضى انه زياده الفلويد بالانس بنسبه بمقدار لتر واحد في 72 في كل 72 ساعه زاد من الوفيات ب 10%. لكل زيادة قدرها 1 لتر في ميزان السوائل كان هناك 10% زيادة في الوفيات خلال 72 ساعة. فالسوائل ما هي يعني عامل بريء بنعطيه هيك ذات اليمين وذات الشمال بدون ما نلقي أهمية للموضوع. نحن اللي بنتعامل مع المرضى بنحاول نكون حالة التروية عندهم هي المثلى، اللي هي في الوسط، لا هو حالة جفاف ولا هي حالة زيادة في السوائل، لانه نحن بنعرف انه زياده السوائل ممكن تؤدي لنا لاورجن ديسفانكشن، فشل اعضاء متعدد، بتزيد الوفيات. وبنعرف ايضا هذا غني عن الكلام انه الجفاف الشديد ايضا بيؤدي لنا نقص ترويه في الاعضاء، وهي احدى الدراسات اللي حكت على نفس الموضوع وقدمته بشكل واضح. لازم نفكر نحن بقضيه حجم الوعائي للمريض والحركية الدموية على أنها مثل البازل، الألغاز، هي الأحجار المتعددة، وأنت بتحاول توصل للحجم الأمثل للمريض. طيب، كيف نحن بنقيم الحجم الأمثل للمريض؟ حقيقة عندنا إحنا نوافذ على تروية الأعضاء في جسم الإنسان، لازم نستفيد من هاي النوافذ، لأنه هاي طريقة ممكن يعني بالتقييم السرير البسيط نوصل لها. مثلا حالة وعي المريض، إذا المريض واعي متجاوب وصاحي معنا تماما، فهذا بيأكد لي أنه التروية الدموية للدماغ اللي هو أهم عضو في جسم الإنسان ماشي بشكل تام، فبالتالي أنا ماني قلق تكون إذا مريضي حتى لو كان ضغط نازل، إذا كان واعي وصاحي ومتجاوب معناها إن شاء الله تعالى التروية الأعضاء في وضع سليم. عندنا ممكن نشوف الامتلاء الشعري، ممكن نشوف يعني إدرار البول، ممكن نشوف علامات نقص التروية الطرفية. بس حقيقة من الدراسات اللي يعني كثير أنا انبسطت اللي شفتها، وبقول لك إنه قديش في ناس عم تفكر ما شاء الله، إنه حتى بين السؤال أول ما تجي تسأل المريض له عطشان ولا مالك عطشان، هذا قد يكون مؤشر قوي على إنه المريض عنده نقص حجم. ووجدوا في الدراسة أنه المرضى بيصير عندهم شعور بالجفاف توصل الأزمولاليتي لل 285 ملي أزمول لكل كيلوغرام. واستنتجوا الدارسين في هذا البحث أنه العطش قد يكون عامل حساس للدلالة على الجفاف أكثر من يعني يجده الأطباء بالتقييم السريري. طيب،
بس نرجع لمريضتنا نحن مشان يعني يكون الوضع في تحدي، مريضتنا شوية يعني ما هي كتير متجاوبة، يا ترى تسأل عم تفهم عليك ولا ما عم تفهم عليك، فممكن يكون جوابها ما يكون كتير دقيق أو يعني معلم بالنسبة لنا، بالذات إذا كان مريض عنده تخليط مثلا ذيني أو شيء، أيضا يجوز أجوبته ما تكون دقيقة، تقول له عندك عطش يقول لك إيه هو ما عنده أو العكس. طيب ممكن نحن نشوف شيء اسمه تطاول زمن الامتلاء الشعري capillary refill time، وهذا أيضا من الفحوصات الكتير بسيطة، مع الأسف كثير من الأطباء بهم عملها على البيدسايد. قديم هذا الفحص له أكثر من 40 سنة رح يصل له تقريبا مكتشف، اكتشفوه جراحين التروما تشامبيون، أحد جراحي الحوادث اللي اكتشفوا، وحقيقة يعني أثبت بالدراسات أنه له علاقة قوية مع حالة المريض الحجمية، بتضغط على طرف مثل ما شفته بالصورة لأصابع المريض لبضعة ثواني وبتشوف إذا أنه بيصير بيضاض في الجلد أو لا، وبتحسب من وقت بيضاض الجلد كم رح ياخد الوقت ليرجع لون الجلد إلى ما كان عليه الجلد اللون الطبيعي قبل. عادة الطبيعي أقل من 3 ثواني، إذا كان أكثر من 4 ثواني ونص اعذروني، بس هيك الدراسة بتقول 4 ثواني ونص، فهذا بيدل أنه المريض عنده تطاول في زمن الامتلاء الشعري. أكيد إذا أكثر من 4 ثواني أنا دائما بعتبر هذا المريض عنده مشكلة في الامتلاء الشعري، وبالتالي ربما يكون في حالة نقص حجم أو نقص تروية. ووجدوا أنه أيضا هدول المرضى اللي عندهم امتلاء شعري أكثر من 5 ثواني عادة إنذارهم بيكون سيء. فشايفين من هالفحص البسيط يعني نحن أخذنا كم كبير من المعلومات، لا بل وجدوا أنه يعني هذا الفحص أيضا ممكن يساعدنا بقضية تقييم الحجم المريض مثله مثل إذا استعملنا حمض اللاكتي. طيب في فحص ثاني آخر نعمل، إحنا بدأنا نقيم المريض ونشوف درجة وعيه وصحيانه، ونسأله إذا عطشان ولا ما عطشان، نعمل له فحص الامتلاء الشعري. بعدين نحن عندنا شيء اسمه skin temperature gradient، فأنت بتبدأ تمسك المريض من أطرافه من الأصابع وبتمشي معه إلى أن تصل إلى مثلا الساعد المرفق، وتشوف وين بيبدأ حرارة جلد المريض تتغير. إذا المريض عنده نقص حجم فبالتالي أنه البرود ممتدة إلى أعلى ممكن تصل إلى العضد، لو المريض عنده شوية نقص حجم بتلاقي أنه والله بس برودة في الأطراف، فضلت تلمس الأطراف الأربعة، ما يكتفي أن الواحد يشوف طرف واحد يقول والله لا، المس الأطراف الأربعة حتى تتأكد أنه فعلا تقييمك هو دقيق. وهذا الحكي ما إجا من فراغ، دراسة قيمة عملت يعني كمان إلى زمان معمولة من 15 سنة، قارنوا ما بين هذا الفحص اللي هو أنه تقيم جلد المريض أو درجة حرارة المريض مع اللي نسميه البولمي artery catheter اللي هو قسطة الشريان الرئوي، اللي هو يعني يعتبر كان في يوم من الأيام شغل عظيم جدا لتقييم الحالة الحجمية للمرضى. وجدوا أنه في يعني تساوق ما بين الفحص السريري وما بين نتيجة pulmonary artery catheter. فحص بسيط جدا ممكن يكون يعني يعطيك معلومات كما لو أنك وضعت المريض في عناية مركزة متقدمة، حطت له قسطرة بالشريان الرئوي. تبرقش الجلد أو معدل تبرقش الجلد هذا ربما يكون مرحلة متقدم عند المريض، بيكون عنده يعني نقص تروي شديد، ممكن تبدأ يصير هذا التبرقع على الجلد وبالتالي ممكن نستفيد منه في التقييم. فلحد الآن أنا يعني عم أقيم المريض مثل ما أنتم شايفين بدون لسه ما حطيت يعني حتى لا عم استل له ضغطه ولا استل له العلامات، كله فقط من انفيزف بنسميه at the bedside. هلا المرضى اللي بيكون عندهم انفيزف دايليتيشن بجوز هذا السكور تبع التبرقع ما يكون يعطيني قراءه دقيقه، حتى الامتلاء الشعري ما يكون دقيق لانه المريض هو اوريدي فازو دايليتد، مثل حاله هي المريضه اللي معنا الليفر فيلير الفشل الكبدي، بيعمل لنا كما تعرفون توسع في الشرايين ويمكن يعمل حتى صدمه توزعيه كما سنرى لاحقا، فقد لا يظهر هي العلامات اللي حكينا عنها بشكل واضح.
فواضح انه مريضتنا عم تشكل تحدي لنا في التقييم الحجمي تبعهم. طيب شو ممكن نحن نعمل؟ هل في عندنا خيارات اخرى ممكن نستفيد منها؟ ممكن ننظر الى نتائج فحوصات الدم اللي انعملت للمريض او للمريضه، او هذا بيعطيني فكره عن الموضوع. تخيلوا نحن ما مثل ما قلنا هي عباره عن جيكسو بازل، يعني احجيه بالاحجار المتفرقه بدك تحطها مع بعض وتركبها مع بعض لتكتمل الصوره. فبدانا بالتقييم يعني السريري اللي هو لسه ما عملنا شيء للمريض، ما يعني بس ملامسه فقط. انتقلنا الى فحوصات دم الان. في فحوصات تعطيني والله انه المريض عنده نقص حجم، او يعني بتخليني ميل انه حاله المريض اكثر انه عنده نقص حجم، مثلا هيمو كونسنتريشن، تركيز الخضاب، انه والله الخضاب طلع عندي 17 18، فهذا قد يدلني انه المريض فعلا عنده حاله تجفاف او نقص حجم. الالبومين اذا زادت نسبته او ارتفعت نسبته بتدل على انه في نقص حجم. اذا كانت نسبه اليوريا للكرياتينين مرتفعه ايضا بتدل انه هذا المريض عنده نقص حجم. طبعا نعرف انه في حالات قد يكون مريض عنده نزيف معدي علوي او معوي علوي، فممكن يعطينا نفس الصوره. فانت بدك تاخذ الامور يعني في بشكل متكامل. ارتفاع الصوديوم في الدم احد العلامات اللي كثير بالكبار، بس الكبار ما في الاطفال، في الكبار هذا احد الاشياء اللي ممكن تدل بشكل قوي على نقص الماء في الجسم، وبالتالي حاله تجفاف. احيانا هل احنا بيصير عندهم ارتفاع في الصوديوم؟ احيانا فعلا بيجينا المرضى عندهم نقص في الصوديوم، بدل هذا انه والله هذا نقص صوديوم ناتج عن نقص حجمي مثلا، بالذات تصير بمرضى الاسهالات المتكرره او حتى الاحياء. الكالسيوم بيرتفع في حالات التجفاف، واليوريك اسيد. كل هي فحوصات ممكن تخليني لما يقيم مريضي اقتنع انه والله انا عم اتعامل مع مريض عنده نقص حجم اكثر من اني عم بتعامل مع مريض عنده زياده في الحجم. على الجهة الأخرى أنا ممكن أشوف المريض والله كان الخضاب تبعه 16 أول ما إجاني، وبعد ما أعطيناه سوائل وهي نزل صار 12 مثلا، فهذا قد يدل أنه صار نوع من الهيمودليوشن، وبالتالي أنه المريض الآن صار فلويد أوفرلودد. أو أنه أنا أشوف عنده اليوريا كتير نازلة هذا المريض بما لا يتناسب مع الكرياتينين، فهذا قد يدل أيضا على أنه زيادة الحجم عند المريض. طبعا نقص الصوديوم كما ذكرنا انه هو يعني ممكن يرد في حالات الجفاف، هو ايضا يرد في حالات زياده الحجم، وكذلك اليوريك اسيد. انا عم بعطي صوره يعني عم ننظر للمريض من جوانب متعدده لحتى نوصل للقرار السليم والصحيح بالنهايه، انه هذا المريض شو لازم نعمل له حتى نحسن من حاله الحراكيه الدمويه الموجوده عنده. والهدف هو طبعا انه نوصل للحاله المثلى اللي بتساعد على تحسين ترويق الأجهزة والأعضاء للمريض. طيب ممكن نحن نعمل فحص اللاكتيت إذا موجود عندنا، هذا فحص يعني بسيط، ممكن نعمل الذبت سايد وبيجينا النتيجة مباشرة. كثير من أجهزة غازات الدم بتعطيني حمض اللاكتيت أو اللاكتات مباشرة يعني خلال دقائق. بس لازم نحن نكون متذكرين انه اللاكتيت مو بس بدلنا على يعني، لازم نكون واعيين للاسباب الاخرى لارتفاع حمض اللاكتيت. في نحن حمض اللاكتيت عندنا نوعين، ارتفاعه ناتج عن سببين، اما السبب A او السبب مجموعة B. التايب A هي عادة بتدلني انه في نقص اكسجي على مستوى الخلايا، وهذا النقص قد يكون عام جلوبال في كل انحاء الجسم، او قد يكون ناتج سببه يعني متموضع، مثلا نقص تروي في مكان او في جزء من الجسم. بينما التايب بي هو له علاقه بانه الميتابوليزم ايضا اللي عم يحصل والتمثيل الغذائي اللي عم يحصل عم يتجه نحو الـ يعني التمثيل اللاهوائي، مثل الحالات اللي فيها استيميليشن للجلايكوليسيس، فهون هذا ممكن يعطينا ارتفاع باللاكتات. امثله على ذلك رح نعطيها بتفصيل اكثر. التايب اي هايبرلاكتيتيميا اللي هو لوس اوف اوكسيداتيف فوسفوريليشن اوف بايروفيت، هي حالات الصدمه، حالات الصدمه كلها تعطيني ارتفاع في حمض اللاكتيت، سواء هي سبتك شوك امتانيه او نقص حجميه او حتى قلبيه. او ممكن يكون المريض عنده نقص اكسجين عام، مثلا مثل ما بيصير عندنا في حالات التسمم بغاز
اول اكسيد الكربون، الكربون مونوكسيد بويزنينج، فبيصير نقص اكسجين عام في الجسم، بالتالي بيصير عندنا ارتفاع في حمض اللاكتيت. كذلك في الحالات الفشل التنفسي الشديد، المريض بيصير عنده نقص اكسجين شديد، هذا ايضا قد يؤدي الى ارتفاع اللاكتات في الدم. حالات هذا الجلوبال، حالات متموضعه ممكن تكون اللي بيحصل مثلا اذا كان مريض من نقص ترويه في طرف من الاطراف، او انه نقص ترويه في الامعاء. الانيميا الشديده لازم تكون شديده، ممكن تعطينا ارتفاع في حمض اللاكتيت. اما الامثله على التايب بي، مثل ما ان المشكله بتكون في تحفيز للتنفيذ بالطريقه اللاهوائيه، بعض الادويه بتعمل هذا الشيء مثل موسعات القصبات، يعني المحفزات البيتا 2 اجونس، الكاتيكولامينز احيانا كثير، ادرينالين، مونور ادرينالين، ادرينالين اللي بتعطيه للمريض، هذا بيرفع لك حمض اللاكتيت. في حالات بعض انواع السرطانات الدم بتخلي او هي بتفضل هي الخلايا السرطانيه انه يكون التنفس لا هوائي، وبالتالي تعطينا ارتفاع في حمض اللاكتات. او انه مثلا عندنا مشكله في ازاله اللاكتيت من الجسم، كما يحدث في الفشل الكلوي والفشل الكبدي بدرجه اكبر طبعا، وبعض الادويه مثل الميتفورمين والتسمم بالالكحول. اذا كان في نقص تغذيه شديد مثل الفامين ديفشنسي، هذا ايضا بيؤدي الى ارتفاع اللاكتات. واخر تال اللي هو انه الادويه اللي بتاثر على الميتوكوندريا مثل ادويه الايدز. طيب اذا وجدنا انه حمض اللاكتيت مفيد جدا، لانه انا يعني شك اكثر انه هذا المريض عنده حاله صدمه، وبالتالي احتاج مني انه اتعامل معها، قد يكون التعامل عن طريق السوائل او في المناورات الاخرى اللي ممكن تكون متوفره لنا. نرجع لمريضتنا هي اللي عم تتحدانا في كل لحظه. طيب انا ذكرت لكم انه المريضه عندها فشل كبدي، وممكن يكون هذا الارتفاع حمض اللاكتيت دليل على انه في بس مشكلته من الكبد ما انه شغال منيح، وليس لانه صار عنده والله صدمه انتانيه او صدمه نقص صدمه بنقص الحجم. عملنا له صورة أشعة للمريضة، ممكن إحنا يعني من صورة الأشعة ناخذ فكرة عن حجم السوائل في الأوعية الدموية. تذكروا أنا ما بهمني السوائل اللي موجودة في تحت الجلد، أو والله بالاستسقاء، أو الموجودة بالتجويف الجنبي، أنا بهمني شو الحجم السوائل اللي موجود في الأوعية الدموية اللي عم يشارك بتروية الأعضاء. فهذا من الفحوصات البسيطة اللي ممكن الواحد يستفيد منها، بالذات إذا كان عندك عدة أشعات ممكن تقارن فيها أشعات صدر. هاي دراسة إحنا أنا شاركت فيها من نائب مستشفى الملك فيصل، قارنا ما بين الفاسكولار بيديكال ويدث اللي هو عرض الجذع الوعائي في الصدر، مقارنة مع استخدمنا التقييم الانفيريور فينا كيفا بالألترا ساوند، وجدنا انه اي مريض عم يزيد عنده الفي بي دبليو عن 64 عم يكون عنده يعني ارتفاع في السوائل داخل الوعاء او الاوعيه الدمويه. فبالتالي على الاغلب هيك مريض ما راح يحتاج مني سوائل. بس نحن نعرف انه مو بعد ما كل ما اعطينا سوائل للمريض راح نعمل له صوره اشعه، فهذا ايضا ما هو يعني حل كافي، بس هذا بيضاف للتقييم السريري اللي حكينا عنه لمرضانا. طيب نجي اذا متوفر الجهاز الالترا ساوند، هذا حاليا متوفر في كثير من المستشفيات والردهات، فممكن نعمل تقييم للوريد الاجوف السفلي ونقيم يعني هل هو مثلا ممتلئ، نسميه الوريد الاجوف السفلي السمين اللي اذا كان اكثر من 2 سم، او انه والله هو نحيف جدا اقل من 1 سم، لانه هذا بيعطيني فكره ولو بسيطه على انه المريض عنده امتلاء في الاوعيه الدمويه ولا لا. بس لازم نكون نحن منتبهين، لانه في محددات لاستعمال الاي بي سي بالالترا ساوند. هي بس انا ذكرت هون كم نقطه انه كيف بنقيم الاي بي سي، انه والله نحن لازم نتذكر انه بيمشي
في الجهة الخلفية من التجويف البطني على جانب العمود الفقري، وبيدخل من الكبد وبيدخل بعدين إلى القلب. هاي هون كصورة إنه هذا الكبد أمامي، فهو يعني بيكون الجهة الوحشية اليمنى من الشريان الأبهري الكبير. هون لو بدنا نشوفه على الصورة المقطعية كيف يبين معانا، هذا هو الاي في سي هون يعني داخل ضمن الكبد. فبتحط جهاز السونار بهالطريقة هذه تحت عظمة القص مباشرة شوية إلى اليمين، المفروض أول ما تعمل هيك تطلع عندك هي الصورة إذا كنت أنت آخذ السمت الصحيح. طبعا هي تحتاج تدريب، بس الخبر الحلو إنه بإحدى الدراسات وجدوا إنه التدريب فقط بيستغرق ساعتين، عطوهم لطلاب طب خلصوا حديثين يعني متخرجين جديد، علمون هي الطريقة خلال ساعتين وقالوا لهم يلا قلمونا التجويف الوريد الأجوف السفلي، وقارنوا نتائجهم مع أخصائيين أشعة متمرسين، وجدوا أنه النتائج متقاربة. فهذه حقيقة من الفحوصات السهل جدا عملها، السهل جدا تعلمها إذا توفرت، إذا توفر جهاز الألتراساوند. بس لازم نكون يعني منتبهين، لأنه والله إذا ما بيفيدني هذا كثير بحالات ارتفاع الضغط البطني، ما بيفيدني بحالات إذا كان في ارتفاع بالضغط الشرياني الرئوي، إذا مريض على جهاز تنفس صناعي عم نعطيه بيب عالي، كل هذا بيأثر على القراءات تبعية الاي بي سي. طيب فنحن ممكن هاي المريضة نعمل لها تقييم للاي بي سي تبعها ونشوف، لأنه هي طريقة غير غازية. إذا كان المريض عم يتنفس تنفس عفوي مثل هاي المريضة، يكون لازم إما يكون الحجم أكثر من 2 سم ليدل إنه المريض عنده امتلاء في الأوعية الدموية أو أقل من 1 سم، أو إنه بنستعمل شيء اسمه الفاريشن، التغير بالحجم أو في قطر الوريد الأجوف السفلي بالعلاقة مع التنفس. بس هون عندني مشكلة، أنا هاي المريضة عندها استسقاء في البطن، وبالتالي ممكن يكون عندها ارتفاع في ضغط البطن التجويف البطني، وهذا قد يؤثر على نتائج الفحص بالألتراساوند. ممكن نحن نطلب والله إذا كان متيسر هذا الأمر كاردك إيكو، نقول بدنا فحص صدى للقلب، وهذا فكرة حلوة طبعا إذا كانت متوفرة. بس تخيلوا معي إذا أنت كلمت التقني أو حتى أخصائي القلب تقول والله بدي أقيم حالة المريض الحجمية، لو بتساعدني بيقول لك بيجي يعني بيكون متعاون بيعمل لك تقييم وبيحمل حاله بيمشي، بعد ساعتين المريض طيب مرة ثانية عليك بتتأكد أنه بده سواء ولا لا، ما راح يرجع لك يعمل لك فحص إيكو مرة ثانية، مش لك إياها أول مرة أكيد ما راح يمشي لك إياها المرة الثانية. ممكن أنت تتعلم بالذات إذا كنت في غرف العناية المركزة، كثير من الناس عم يتعلموا إنه كيف يعملوا فحص القلب بالصدى، بس أنا بنبه إنه هذا الأمر ما لازم يكون ديدنا إلا إذا أخذنا في شهادة، بمعنى إنه أخذنا تدريب كافي ليمكننا من إعطاء تقييم صحيح لوضع القلب بالإيكو. طيب أنه ما ممكن احنا كل شوي والتاني نعيد له فحص الايكو للمريض، بالذات اذا كنت عم تطلب من تقني الايكو او من اخصائي القلب يجي يعمل لك اياه. طيب فنحن مريضتنا ما زالت عندها هبوط في الضغط، وبالتالي احتاجت الان انه يعني رغم انه اعطيناها سوائل 30 ملي لكل كيلو، يعني اعطيناها حجم سوائل كافي لانه نرفع ضغطها، فصار لازم ولا بد انه نلجأ لطريقة أخرى لمعالجة هذا الضغط. هون بيجينا أنه لازم نستخدم القنية القسطرة المركزية. بس من فوائد القسطرة المركزية إحنا بنعطي الأدوية الرافعة على الضغط على المقبضات الوعائية، وإنما بيفيدني أيضا أنه أنا استفقد أو قيم الضغط الوريدي المركزي. ممكن أنا قيس احد علامات الترويه في الدم اللي هو بنسميه التركيز او الاشباع الاكسجيني الوريدي المركزي، وممكن انا انظر الى الويف فورم اللي راح يعطيني اياها الجهاز على المونيتر من الضغط الوريدي المركزي، وقيم انا المريض من خلاله. طيب
بس كلمة أهم شيء إنه قبل ما نحن يعني نستطرد في كلام عن الضغط المركزي، لازم نعرف وين واقع أو شو هو المكان الأنسب للقسطرة المركزية. رح تشوفوا إذا كان اللي حاطط القسطرة المركزية واحد مخدر أو حتى أخصائي عناية مركزة، بتلاقين دائما بيحاول يحطوه في أعلى هذا المربع اللي هو تقريبا على مستوى الكراينة عند تشعب القصبة. بينما لو طلبت من أخصائي أشعة تداخلية، بتلاقي كتير من الأحيان بيحط لك القسطرة لا الأسهل لهم. وبالفعل هيدا المربع هو اللي بنسميه النقطة الحلوة، السويت سبوت. فأنا كنت حاطط صورة حلاوة، صورة بقلاوة معي، مواقف راحة البقلاوة. فهي فعلا أنه سواء كانت القسطرة في أعلى هذا المربع أو في أسفله، القراءة القراءات يمكن الاعتماد عليها، بس لازم نتذكر أنه هذا ممكن يأثر على درجة إشباع الأكسجين، على درجة الإشباع الأكسجين الوريدي المركزي. بس هي نخليها ببالنا، بس أنا بدي أكون تنتبهوا لهالنقطة، لأنه كتير من الناس بيقول لك أوه لازم أسحب القسطرة والله شي 3 سنتي لأنه داخل كتير، أو والله إذا كانت مثلا مرتفعة بدي يدفع على تحت. لا، طالما أنت في هذا المربع أمورك بالسليم إن شاء الله تعالى. طيب شو اللي بيحدد لي الضغط الوريدي المركزي؟ حقيقة هي شيئين رئيسيين، وظيفة القلب ومدى كفاءته، والراجع الوريدي إلى القلب. فهذول الشغلات الرئيسية لازم نتذكرها اللي هي بتحدد لي الوريدي المركزي. ما بدي استطرد أكثر من هون لأنه لسه عندي أشياء كثيرة أغطي لكم إياها. طيب شو هي الأسباب اللي بترفع لي الضغط الوريدي المركزي؟ حقيقة مثل ما أنه من المحددات وظائف القلب، فإذا كان في عندي فشل في القلب هذا أيضا سيؤدي إلى ارتفاع في الضغط الوريدي المركزي. أو أنه العامل الآخر اللي هو الراجع الوريدي، فهذا أيضا إذا كان عندي راجع وريدي عالي فممكن أيضا يرفع لي الضغط الوريدي المركزي. إمتى بيرتفع عندي الراجع الوريدي؟ عندما بيكون المريض عنده يعني over fluid overload، زيادة في حجم السوائل في الجسم. بينما من الجهة الأخرى، شو هي الحالات اللي بتعطيني low CVP؟ نقصد باللو CVP يعني أقل من 6. حقيقة low CVP هو الطبيعي، أنا وأنتم بالذات من في الصلح من النوم أو نكون صايمين برمضان قبل الفطور، CVP تبعنا بيكون 0 أو حتى -1 و-2. هذا هو الطبيعي، لأنه مشان يقدر يرجع الدم للقلب لازم يكون الضغط في القلب أقل في الجانب الأيمن عم نتكلم، عشان يرجع الدم بشكل سلس من الأوردة لازم يكون في مدروج للضغط. فلازم يكون الضغط في القلب أقل من الضغط عند الشعيرات الدموية وبالأطراف، فهذا الطبيعي أنه يكون CVP منخفض. ولكن إذا أنا مريض أنا شاكك أنه هو عنده حالة صدمة أو نقص حجم، ف100% هذا المريض عنده نقص حجم. إذا كان والله حطيت له قسطرة مركزية للمريض جايك وحادث سيارة أو شيء، أنت شاكك والله عنده نزف داخلي هالمريض ولا ما عنده، حط له قسطرة مركزية واسبي بيطلع عندك أنه والله -2 -3، يعني تقريبا شبه مؤكد أن المريض عنده نقص حجم، بالذات إذا كان هذا المريض على جهاز تنفس صناعي. لأنه إحنا نعرف جهاز تنفس صناعي إذا كان وضع الرئتين سليم، فهذا الجزء من الضغط اللي في الرئتين راح ينتقل للجانب الأيمن من القلب، بالتالي قد يرفع لي الضغط الوريدي المركزي بضع درجات. فإذا كان ساته عم يجيني منخفض جدا رغم أن المريض على جهاز تنفس صناعي، فقولا واحدا مريضك عنده نقص حجم. هي أحد الطرق السهلة والبسيطة اللي بيغفل عنها كثير من الأطباء في تقييمهم للحالة الحجمية للمريض. طبعا السبب الآخر اللي هو يعني بيقعوا فيه حتى الشطار مثل ما بيقولوا، وغلطة الشاطر بألف، إنه والله هي كان في خلل بالتقنية بقياس الضغط الوريدي، وبالتالي ما انتبهنا إنه هاي المشكلة والله ما حطيناها في المنطقة المعيارية اللي هي لازم تكون تقريبا 5 سنتي تحت عظمة القص، وهذا بيتوافق مع الجانب مع الأذين الأيمن، وهذا يعني تقريبا بيكون نقطة الخط الإبطي الأوسط في
المستوى الضلع الخامس. طيب ذكرنا قصة البي وهي حالة الليفلينج، انه من وين منقيس نحن الضغط المريض. فانت اي تغيير في مكان الريفرنس بوينت ممكن يأثر لك على القراءة اللي اخذتها للمريض. فكما ذكرنا لازم دائما ناخذ الميد اكزيلري بوينت، لانه بتجي هي تقريبا 5 سنتي تحت عظمة القصد، وبالتالي تكون الأغلب عم تمثل لنا الأذين الأيمن. طيب الويف فورمز حقيقة هو موضوع كبير، ما راح اتطرق له اليوم لأنه أرى أنه هو متقدم، بس ممكن يفيدنا في تقييمنا للمريض. ننتقل أنه إحنا عندنا قسطرة مركزية، فممكن نأخذ عينة دم من القسطرة المركزية الوريدية ونحلل غازات الدم فيها، وهذا بيعطيني نسبة الإشباع الوريدي الأكسجيني المركزي SCVO2. هاي المريضة نحن عملنا لها SCVO2 طلع عندها 72%. هل هذا يعني شيء؟ هل هو ضمن الطبيعي؟ خلاص الأمور تمام نمشي بالسليم ولا لا؟ هذا بيعطيني علامات أخرى. حقيقة قبل ما نحكي انه اذا هذا الامر بيفيد ولا لا، لازم نعرف منين اجى هذا الاشباع الوريدي المركزي وشو بيفيدنا. هلا بعض القوانين الرئيسيه اللي اعطانا اياها واحد اسمه ادولف فيك. ادولف فيك هو اشهر ثاني رجل اسمه ادولف في التاريخ بعد ادولف هتلر. حقيقه هو يعني فيزيائي عبقري وطبيب، طلع بمعادلات دقيقة جدا أثبتت في المختبرات على مدى عقود يعني، وهو اللي وصل لنتيجة أنه استهلاك الأكسجين يساوي الناتج القلبي مضروبا بالفرق ما بين الأكسجين أو محتوى الأكسجيني في الجانب الشرياني ناقص المحتوى الأكسجيني في الجانب الوريدي. ما بدي أدخلكم بالمتاهة، بس أنا اتبعت كيف توصل للنتيجة إلى أن فشافين كل هالمعادلات هذه، وصلنا بالنهاية لأنه المحتوى الأكسجيني المركزي، وهون نحن عم نحكي مو المركزي وإنما العام، هذا ما أخدينه من البولمونري آرتري، يساوي واحد ناقص نسبة استخلاص الأكسجين أكسجين إستراكشن ريشيو. نحن هون إذا افترضنا أنه المحددات للتركيز الأكسجين في الأوردة أو الأكسجين المركزي الوريدي هو محتوى الأكسجين في الشرايين، الخضاب الدم، الناتج القلبي، والاستهلاك الأكسجين. عندما أخذنا العينة رح نحن نفترض أنه نحن عندنا ثلاثة من هذول ما تغيروا، نحن نسبة إشباع الأكسجين ثابتة، الخضاب رح يكون ثابت، واستهلاك الأكسجين ثابت. فالشيء الوحيد اللي ممكن يكون متغير هون هو الكاردياك أوتبوت. من هون إجتنا أنه والله إذا أنت عملت نسبة إشباع الأكسجين المركزي الوريدي، هذا ممكن يعطيني فكرة عن وظيفة القلب وعن الناتج القلبي. طبعاً لازم نحن نتذكر أنه في عنا نوعين من الإشباع الوريدي المركزي، واحد مأخوذ من القسطرة المركزية، فهذا دائما نستعمل له حرف C قدامه SCVO2، وفي واحد اللي هو أصل القصة كلها اللي كان يستخدمه السوان غانز أو البولمونري آرتري كاثيتر، القسطرة الشريان الرئوي، هو هذاك اللي كان الأصل. وجدوا أن الفرق بيناتهم ما بين 7 إلى 10، فبالتالي نحن عندنا طبيعي للتركيز الوريدي الأكسجين المركزي 70%. طيب فهي شو الحالات اللي ممكن ترفع من هذا SCVO2 او تقلل منه؟ هذا الامر بيعتمد على اما استهلاك الاكسجين او توصيل الاكسجين. فهو بينزل اذا كان عندي اما هبوط في توصيل الاكسجين او زياده في استهلاك الاكسجين. واهم نقطه لازم نتذكرها في نقص التوصيل هي الهايبوفوليميا، نقص الحجم ونقص الناتج القلبي. كثير من الناس بيغفل انه احيانا المريض اجيتيتد مضطرب، عنده الم، عم يرتجف، عنده صرع، عنده حراره، هي ممكن ترفع الاستهلاك الاكسجين وبالتالي ينزل عندي الـ
التركيز الوريدي المركزي. في حالات بيطلع عندي مرتفع التركيز الوريدي المركزي، الإشباع الأكسجيني الوريدي المركزي، وهذا قد يكون إنذاره خطير بالذات إذا كان المريض عنده صدمة إمكانية، أو أنه قد يكون نتيجة لاستجابة للسوائل اللي عم نعطيها للمريض والمحفزات القلب هي اللي عم تساعد في رفع السي بي أو تي. طيب، فنحن إن تعني شيئا إذا مريضتنا كان السي بي أو تو تبع 72 قد لا تعني، يعني بالوهلة الأولى نقول والله هذا الأمر طبيعي، وبالتالي يعني بدنا ندور على سبب آخر، أو والله ما في عندنا نقص ناتج قلبي هي المريضة. بس نحن لازم نتذكر إنه طالما المريضة عندها قسطرة مركزية فممكن نستفيد منها في فحص أيضا المدروج غاز ثاني أكسيد الكربون الشرياني الرئوي، شيء اسمه الفينو أرتيريال بي سي أو تو جاب. كيف نعمله هذا؟ نأخذ عينة غازات دم من القسطرة المركزية، وبنفس الوقت نأخذ عينة شريانية، عينة غازات دم شريانية، ومنقارن غاز ثاني أكسيد الكربون ما بين الاثنين. هذا كله اكتشفوا أو شيء يسموه Modified Fick Equation، طبقوا نفس معادلة فيك، بس بدل ما يقولوا أكسجين قالوا غاز ثاني أكسيد الكربون، لأن وجدوا أنه حلولية غاز ثاني أكسيد الكربون 20 مرة أفضل من الأكسجين، وبالتالي ما بتتأثر بالأشياء اللي بيتأثر فيها الأكسجين. ناتج أنه وجدوا أنه الطبيعي لازم يكون من 2 إلى 5 مليمتر زئبقي. الفرق بغاز ثاني أكسيد الكربون لما تأخذ عينة في نفس الوقت عينتين من القسطرة المركزية من الشريان 2 إلى 5 مليمتر زئبقي في المدروج الغاز ثاني أكسيد الكربون. إذا زادت عن 6 مليمتر زئبق، أو إذا بدك تحول الكيلو باسكال ما أعرف شو عندكم في الداخل السوري، هي 0.8. إذا زاد هذا المدروج عن هيك فهذا بيدل إنه في عندي حالة نقص في جريان الدم إلى الأجهزة، وبالتالي هذا بيدل إنه في low cardiac output، حالة نقص في النتاج القلبي، مما يدل على انه في قصور قلبي في الموضوع. طيب، انا عملت هون مثل فلو شارت، لانه والله مريض عندي عنده نقص التركيز او الاشباع الاكسجيني الوريدي المركزي، فهون لازم دائما ترفقه مع قياس المدروج الغاز ثاني اكسيد الكربون لحتى يتبين لك انه هل فعلا نقص التركيز الوريدي الأكسجيني ناتج عن نقص في النتاج القلبي، ولا ناتج عن أسباب أخرى مثل ما ذكرنا نحن بسبب أنه والله في استهلاك أكثر للأكسجين. وإذا كان مرتفع أيضا عملت المدروج الغاز ثاني أكسيد الكربون ممكن يأكد لك وجود حالة نقص في النتاج القلبي، يعني وبالتالي بيحتاج المريض ربما سوائل أو حتى محفزات لعضلة القلب، أو أنه والله المشكلة هي كانت هوني أنه مريض مثلا عنده صدمة إمكانية وبالتالي عنده شنتنج، مشان هيك عم يطلع الغاز التركيز الأكسجين الوريدي المركزي مرتفع. طيب، نرجع لمريضتنا مرة تانية، ما أعرف كيف الوقت ماشيين. نرجع لمريضتنا، بقيت حالتها يعني عندها هبوط في الضغط، احتاجت انه نعطيها مقبضات وعائيه، بس نحن بنعرف ما لازم نعطي مقبضات وعائيه بدون ما يكون عندي مراقبه لصيقه لضغط الدم، وهون بيلزمني هذا الامر انه استعمل شيء اسمه الارتيريال لاين اللي هو invasive way of measuring blood pressure. طيب، لازم نسال انفسنا انه شو السبب هبوط الضغط. اي مريض بيجيني عنده هبوط في الضغط انا لازم اسال نفسي شو سبب هبوط الضغط؟ حقيقة نحن بنعرف إنه المعدل الضغط الوسطي الشريان الوسطي له محددات، هذه المحددات تنحصر فيما يلي: عندك الحمل القبلي البريلود، الحجم القادم أو الراجع إلى القلب، عندي محدد آخر هو قروصية عضلة القلب، وعندي بعد ذلك الحمل البعدي إنه شو هو اللي عم يمنع القلب انه
يعني يدفق الدم إلى الأمام، وآخر شيء ممكن نبض القلب يأثر على هذا الوضع. نحن منين جبنا هاي المحددات؟ جبناها من معادلة إلى علاقة بقانون أوم، اللي توصلنا من تحليل قانون أوم. ما بدي دخلكم بالمتاهة طبيعية، وهذا بحكي عنها في الكورس نحن عادة بشكل كبير، إنه المين أرتيريال بريشر، معدل الضغط الشرياني الوسطي، يساوي لنا حجم الضربة ستروك فوليوم مضروبا بالنبض عشان يطلع في الدقيقة، مضروبا في المقاومة الوعائية، يضاف إليه الضغط المركزي، الضغط الوريدي المركزي. لازم بس كلمتين عن قبل ما نرجع نستطرد عن المين أرتيريال بريشر، أذكركم إنه إحنا في عنا طريقتين رئيسيات لقياس ضغط الدم، المباشرة وغير المباشرة. غير المباشرة هي الطريقة العادية، اللي عن طريق الكمامة اللي نضعها على عضد المريض أو رسغه أو حتى ساقه أحيانا، ومنقيس الضغط من خلالها. أو المباشرة وهي الأدق، اللي هي طريقة غازية، نحط قسطرة شريانية بالشريان منقيس الضغط. هذا الجهاز عادة يحتاج أنه يكون عندي قسطرة شريانية وعندي انبوب يوصل هذا الضغط لمحول طاقة، يحول لي الحركة النبضانية القادمة عن طريق هذا الانبوب إلى إشارات كهربائية تطلع على المونيتر قدامي. من نفس الوقت أنا لازم يكون عندي كيس في سوائل تحت الضغط مشان يحافظ على يعني إنه القسطرة تكون فاتحة دائما بشكل سليم. أنا اقتبست بعض الاقتباسات في هاي بالذات اللي باللغة العربية طبعا في هاي الورشة من هذا الكتاب اللي ألفه أخي العزيز الدكتور طريف داغستاني مع فلة من الأخوة الأعزاء، وبنصح فيه حقيقة لأي مريض بده يتعرف على العناية المركزة. فهون عم يحكي لنا عن معايرة النظام، إنه كيف إحنا بنعمل calibration لنظام الأرتير لاين، وهو الهدف حقيقة شغلة بنسميها الزيروين أو التصفير، إنه لنزال التأثير الضغط الجوي واعتباره المستوى الصفر للضغط مع إجراء غسيل للخط الشرياني نسميها فلاشينج. ويجب أن يتم معايرة محول الطاقة على مستوى القلب الخط منتصف الإبط كما ذكرنا في السي في بي. ليش نحن بنستخدم المين أرتيريال بريشر؟ هذا سؤال ذكرت لكم إياه في البداية، لأنه حقيقة هذا الضغط ما بيتأثر بمدى بعدنا عن القلب. فالمين أرتيريال بريشر في الراديال أرتي في الشريان الكعبري نفسه، في الشريان الفخذي نفسه، في القدم. وبعدين حقيقة هو بيعكس لنا حقيقة الضغط داخل الأوعية الدموية. وأهم من ذلك أنه تقريبا كل الأعضاء في الجسم ما عدا القلب بيعتمد على هذا، على في ترويته على هذا الضغط مين أرتيريال بريشر، ما عدا الشرايين التاجية اللي بتعتمد طبعا على ضغط الانبساط، لأنه في ذلك الوقت هي بيتم الشرايين التاجية. و ما بتأثر هذا الضغط في حالة الانخماد اللي بتحصل أحياناً في القسطرة الشريانية. طيب نرجع للمعادلة اللي ذكرت لكم إياها قبل قليل، إنه الضغط معدل الضغط الشرياني يساوي حجم الضربة مضروباً في معدل النبض بالدقيقة مضروباً بالمقاومة الوعائية زائد CVP. وهون هذا بيسمح لنا إنه نحلل أي مريض جاني بهبوط في ضغط الدم، ممكن نحلله للمكونات الأساسية. فأما تكون المشكلة عندي بالحمل القبلي أو في قلوصية القلب أو بالحمل البعدي، أو قد تكون المشكلة في نبض القلب، سواء حالات التسارع ضربات القلب الشديد مثل الفنتركلر تاكيكارديا أو حتى الارتجاف الأذين، أو أنه يكون عندي تباطؤ شديد في ضربات القلب، هذا أيضا يؤثر على الضغط الشرياني. أو أنه إذا كان المريض عنده هبوط في المقاومة الوعائية مثل ما بيصير عندنا بالصدمة التوزيعية،
هذا ايضا يؤدي الى هبوط في الضغط. طبعا السي في بي تاثيره هون محدود، ولو انه ممكن يكون منخفض جدا في حالات هبوط الحجم بالصدمه بنقص الحجم. طيب هي المثال اللي ذكرنا انه كيف انه المين ارتيريال بريشر ما بيتاثر ببعده او قربه من القلب، سواء كان في الشريان الابهري الصاعد او كان في منطقه الفخذ، كلها بتعطيني مين ارتيريال بريشر واحد. هي كيفيه الزيروين حقيقه هي اكثر يعني للورشات اللي نعملها هاندسون، بس هو هذا عندما نستخدم الترانسديوسر بيكون في غشاء هو اللي بينقل الضغط، فقبل ما نبدا نحن نقيس الضغط لازم نعمل زيروين اللي هو التصفير لإزالة تأثير الضغط الجوي. طيب في شيء اسمه السكوير تيست، هذا كتير بيأكد لنا على انه والله اذا عملت السكوير تيست وكان في اهتزازات ما بين 1 إلى 2 بالتالي هذا بيكون الوضع الأمثل للأنابيب أو للجهاز المستخدم لقياس الضغط، لأنه إذا صار تخامد في الموجة أوفر دامبينج، برجع هون هي أشكر الدكتور طريف على الترجمة، فهون بيكون الموجة مثبطة وتعطي قراءة متدنية. أهم شيء إنه نتذكر إنه هذا ما بيأثر لي على المين أرتيريال بريشر يا جماعة، ف سواء صار في تخامن الموجة أو صار في العكس اللي هو الأندر دام، ما بتتأثر المين أرتيريال بريشر. شو اللي بيعمل لي تخامن الموجة؟ هو حقيقة وجود خثرة في القسطرة، وجود هواء في أي مستوى من جهاز القياس، انثناء الجهاز أو القسطرة، واستخدام جهاز نقل السوائل عالي المطاوعة بدل جهاز منخفض المطاوعة. وهون بيكون إذا استخدمنا جهاز أو أنابيب قليلة المطاوعة يعني stiff tubes ممكن تعمل لي بسموها ringing اهتزاز أكثر من 3. كما ذكرنا هي شغلة يعني تقنية، بس الأهم شيء إنه المين arterial pressure ما كتير بيتأثر. طيب من الأشياء اللي كتير أنا بركز عليها وبنبه عليها المتدربين اللي بيمشوا معي بالراوند، إنه شكل الارتيريال ويف النبضة الشريانية بتعطيني فكرة كتير كويسة عن القلب، وأهم شيء عن المقاومة الوعائية، لأنه المقاومة الوعائية تعتمد بشكل أو تنعكس بشكل كبير من الدايستوليك بلد بريشر. فأنا عندي بشوف أنه والله الدايستوليك بلد بريشر ضغط الانبساطي أقل من 40 تقريبا تقدر يعني تحلف أنه هذا المريض عنده نقص في المقاومة الوعائية، وبالتالي أنت عم تتعامل مع حالة على الأغلب صدمة توزيعية، سواء كانت إمتالية أو كما سنرى بعد قليل أنواع الصدمة توزيعية. طيب قبل ما تابع مع مريضنا ماشي الأمور دكتور براء؟ تمام الله يعطيك ألف عافية دكتور حسن، نحن ماشيين بالوقت تمام أخي. إيه لسه معنا. ماشي بارك حياك الله. طيب نرجع لمريضنا، يعني بقيت المريضة يعني عندها هبوط في الضغط، وبلش أنت يعني ترجع تقول هل المريض بيحتاج سوائل؟ كيف بدي أعرف أنا إنه مريضي هذا لو أعطيته سوائل راح يستجيب أو لا؟ فهون بنسميه شيء اسمه fluid responsiveness. كيف أنا بدي أعرف مريضي هذا قبل ما أعطيه السوائل هل هو راح يكون مستجيب للسوائل؟ أم أنه إعطاء السوائل راح يضر هذا المريض ويأذي؟ هي من يعني النشرات المهمة التي نشرت قبل 4 سنين تتكلم عن يعني 6 موجهات أساسية في يعني إعطاء السوائل للمرضى. أول شيء قبل ما نستطرد في الموضوع، شو بنقصد نحن والله مريض مستجيب لسوائل؟ المقصود هون انه انا عند بعطي مريض كمية سوائل، هذا بيرفع عندي ضرب حجم الضربة 10% فاكثر. فاذا انا اعطيت المريض مثلا 500 ملي من الرينجال لاكتيت وتحسن حجم الضربة عنده من والله كان 40 ارتفع ل 45، فانا زدته باكثر من 10%، بالتالي
هذا بيدل أنه هذا المريض مستجيب للسوائل، بالتالي إعطاء السوائل قد يكون في مصلحته وقد يحسن تروية، أما أكد قد يحسن تروية الأعضاء والأجهزة. أما لو والله أعطيته المريض يعني بولس من السوائل ما تحسن كثير عندي حجم الضربة، فبالتالي بيدلني أنه المريض ما رح يستجيب أو على الأغلب ما رح يستجيب من إعطائه السوائل. ليش هذا الموضوع مهم؟ لأنه نحن بنعرف أنه يعني 50% من المرضى اللي هن غير مستقرين، اللي حالتهم غير مستقرة، بيكونوا مستجيبين للسوائل. فمعنى آخر أنه في 50% ثاني هن عندهم يعني حالتهم الهيموديناميكية غير مستقرة، ما رح يستجيبوا للسوائل. فكأنه مثل ما أنا حطيت لكم هون flipping، أكون كأنك عم تلعب طرة ونقش أيام زمان وقل شو صار يسموها. فهذا السبب أنه أنت بدك تعمل تقييم دقيق للمريض قبل ما تعطيه سوائل. طيب شو هي الأساسيات اللي نعتمدها لتقييم أنه هل المريض سيكون مستجيب للسوائل ولا لا؟ حقيقة يعني مبدأين رئيسيين نعتمدهم. المبدأ الأول اللي هو بيعتمد على تحليل التفاعل الحاصل ما بين القلب والرئتين، heart lung interaction derived parameters. في قراءات، في معايير نستخلصها من تفاعل القلب مع الرئتين تعطينا اياها بتدلنا انه والله المريض ممكن يستجيب للسوائل او لا، او انه ممكن احنا نعطي المريض تحدي السوائل بنسمي fluid challenge. فبالنسبه للheart lung interaction، إما نستخدم تأثير جهاز التنفس الصناعي على الدورة الدموية، ومن ضمنها إنه ممكن إحنا نعمل شيء اسمه end expiratory occlusion test، إنه إحنا نوقف التنفس على جهاز التنفس الصناعي في مرحلة الزفير end expiratory occlusion test. فبنعمل expiratory hold، ورح نحكي عن الموضوع بشكل أكثر. عندما نعمل expiratory hold هذا ممكن يؤدي لدفق السوائل إلى القلب، وبالتالي يزيد لي من الضغط، بدلني أنه المريض لو عطيته سوائل أنت راح تزيد الحمل القلبي وبالتالي راح تحسن من ضغط الدم. أو أنه ممكن أنا أستفيد من إعطاء تحدي السوائل، وهذا تحدي السوائل قد يكون تحدي حقيقي أنه أنا بعلق نص لتر سوائل بعطيها للمريض، فهذا من الخارج. أو أنه يكون عم نعطيها من ضمن جسمه auto transfusion، نقل دم ذاتي، اللي هو شيء بنسميه passive leg raise test، رح نحكي عنه بتفصيل أكثر بعد قليل. هلأ السوائل من الخارج قد تكون mini fluid challenge، أنا بعطي المريض 100 ملي وشوف شو تأثيره. رح تقول لي 100 ملي ما رح تبين معك، بالفعل لازم يكون لتستفيد من هذا الفحص أنك إذا 100 ملي رح تأثر أو تعطيني مؤشر إذا المريض رح يستجيب للسوائل، لازم يكون عندي Advanced Hemodynamic Monitoring Device، عندي أجهزة لمراقبة الحركية الدموية متقدمة عشان تكشف لي عن أي تحسن في حجم الضربة بعد إعطاء السوائل. الأشياء من ذلك اللي هو الماكسي بروبر العادي اللي بنعرفه، الفلويد تشانج، اللي هو حقيقة الدراسات وجدوا أنه 4 ملي لكل كيلوغرام هو الحجم الأمثل. فيعني ما بنعطي والله 200 ملي 250، ولا بنعطي نص لتر أو لتر، كل حسب حجم المريض أو وزنه. إذا وزنه مثلاً 100 كيلو فمعنى لازم تعطي 400 ملي سوائل حتى يكون التحدي كافي. إذا المريض وزنه أقل تعطي أقل من ذلك. نعم، نرجع لل passive leg raise test PLR. حقيقة هو له متطلبات هذا الفحص، لازم نكون عم نراقب نبض القلب أو ضغط الضغط من خلال الأرتيريال لاين مع كل نبضة، لأن التأثير على الحركية الدموية رح يكون مؤقت، فلازم يكون أنا عندي جهاز عم يقص الضغط مع كل نبضة حتى يبين معي إذا فعلا لما يبنيم المريض بشكل مسطح على الأرض وبرفع له رجليه 45 درجة إذا كان رح يرفع عندي الضغط ولا لا. فالمريض ايضا لازم ما يكون عنده الام في الحوض، في
في يعني مفصل الورك، لانه لو مريض عنده ألم في مفصل الورك ورفعت له رجليه عند اللي بيتوجع هذا راح يرفع لي يعمل لي رش للادرينالين عنده، وبالتالي راح يرفع لي الضغط بسبب الالم وليس بسبب اني انا اعطيته 300 ملي من الدم رجعت له اياها للدوره الدمويه المركزيه. فيفضل ان المريض يكون مسترخي، يفضل يكون مركم المريض، وبنفس الوقت انه يكون عندي مراقبة مثل ما قلنا متواصلة لضغط الدم، ويفضل أكثر من ضغط الدم اللي يكون عندي أدراس المدارك مونيتورينج، بس حتى ضغط الدم لحاله ممكن يكفي. فهي هي الصورة، بدل ما كان المريض جالس 45 نزلنا رأسه بشكل مسطح ورفعنا رجليه 45 درجة. بعض المستشفيات بالذات مراكز الأبحاث اللي بتعتمد هذه الطريقة جابوا السرة بتتحول بهالطريقة، بس المريض في وضعيته نفسه بتتحول 45 درجة بدون ما نحرك المريض، يعني نرفع رجلين المريض عن السرير. فهون السرير مثل ما شايفين قلب 45. هذه الطريقة المثلى حقيقة لعمل هذا الفحص، بس اللي ما عنده مثل حالتنا نحن ما عندنا السرير اللي بتحرك المحور 45 درجة، بنرفع رجلين المريض وأمرنا لله ننزل له رأسه. طيب، فمتى نقول انه والله الفحص ايجابي؟ هذا الفحص يدل انه المريض تحسن نتيجه لاعطائي لرفع ساقي 45 درجه لمده 45 ثانيه، انه اذا تحسن جريان القلب من خلال في الشريان الابهري، وهذا يقتضي منا استعمال الايكو اثناء عمل الفحص. فهذا مخصص للناس اللي بيعملوا ايكو بشكل كبير، ممكن نستفيد منه إذا كان أنا عندي جهاز لفحص الـ stroke volume variation، تغير في حجم الضربة إذا زاد عن 10% فهذا أيضا بيدلني إنه والله المريض بيستجيب. نفس الشيء إذا كان الـ pulse pressure variation اللي هو مدروج الضغط، رح نحكي عنه بعد قليل. الأهم من هيك في حالاتكم يا أخوان، إذا أنا مريض عندي على جهاز تنفس صناعي وعم راقب له يعني غاز ثاني أكسيد الكربون في نهاية الـ ET tube entitled CO2، إذا زادت نسبة 5% هذا بيدل أنه والله تحسنت الناتج القلبي عند هذا المريض، بالتالي بيحتاج سوائل. أو أنه هذا أبسط شيء حقيقة وليس هو الأفضل، انه انا عندي مريض عنده قسطره شريانيه، رفعت له رجليه passive leg raise test، رفعت له رجليه 45 درجه 45 ثانيه، وارتفع الضغط عندي او المين ارتيريال بريشر ارتفع، كان مثلا 60 صار 66، فهذا بيدلني انه المريض راح يستجيب، على الاغلب راح يستجيب للسوائل اذا اعطيته سوائل. فهي الطريقة الأولى لتقييم استجابة المريض للسوائل. الطريقة الثانية اللي هي بتعتمد على التفاعل الحاصل ما بين الرئتين والقلب، وهذا بيعطينا مجموعة من القراءات أو المعايير اللي هي من ضمنها الستروك فوليوم فارييشن، البلس بريشر فارييشن، وحكينا على البي ال ار. طيب، كلمتين بس على التفاعل الرئوي القلبي وشو اللي الفروقات اللي لازم ندركها ما بين التنفس العفوي التلقائي وما بين التنفس خلال جهاز تنفس الصناعي. هلا نحن التنفس العفوي التلقائي هو نيجاتيف بريشر فنتيليشن، انه اثناء الشهيق بينزل عندي الضغط داخل الصدر، وبالتالي يصير هبوط مثل ما انتم شايفين هون في الضغط داخل الصدر، فهذا بيسمح للهواء يدخل. بعدين بالزفير بتحول الامر للجانب الإيجابي، لتحول الضغط للجانب الإيجابي وبيطلع الهواء في الزفير. هذا في الحالات التنفس العفوي. أما في التنفس بالأجهزة الضغط الإيجابي المنافس، فهو كله رح يكون بالجانب الإيجابي. اللهم بيبدأ التنفس بيصير بيرتفع الضغط لأنه عم ندفش الهواء من المنفسة، فبيتولد عندي ضغط إيجابي عالي أثناء الشهيق، ثم بينزل أثناء الزفير إلى المستوى اللي أنا محدده بالـ End Expiratory Pressure. هالفرقين هذول بيعطوني فروقات حقيقة بتأثر على الحركية الدموية. ف
فنحن عندنا في حالات التنفس العفوي اللي هو نيجاتيف بالضغط السلبي نيجاتيف بريشر فنتيليشن، شو التأثير اللي راح يحصل على الوريد الأجوف السفلي؟ فأثناء التنفس الشهيق صار زاد، يعني صار الضغط داخل الصدر سلبي أكثر، وبالتالي هذا راح يسحب لي الدم اللي جاي عن طريق الاي بي سي، وبالتالي بيصغر الاي بي سي. ليش؟ لأنه الدم اتجه من الاي بي سي تحرك إلى القلب مباشرة، فالاي بي سي اللي هو في البطن اتقلص. ليش؟ لأنه الحجم الدم اللي فيه نزل. هلا أثناء الزفير يحصل العكس، لأنه بتحول الضغط إيجابي أكثر في الصدر، بالتالي الرجوع أو الراجع الوريدي بينحصر داخل الوريد الأجوف السفلي، بالتالي بينتفخ عندي الاي بي سي، وهذا الأمر بيكون على متواصل على شكل دوري ما بين الشهيق والزفير. وهذا لو كنت عم نعمل له الاي بي سي شكل المريض، هذا اللي بيبين معانا انه اثناء الانسبيريشن اثناء الشهيق اذا المريض عنده نقص حجم حتى ممكن يلتصقوا طرفي الاي بي سي ببعضهم. بينما في التنفس على الجهاز التنفس الصناعي بالضغط الايجابي يحصل العكس، فاثناء الشهيق ارتفع الضغط داخل الصدر، وبالتالي هذا راح يضغطني على الجانب الايمن من القلب، وبالتالي الراجع الوريدي راح يتجمع داخل الاي في سي، وهذا بيؤدي لي لانتفاخ الاي في سي. شوفوا هون مع هذا التنفس الشهيق على جهاز التنفس الصناعي، شوف شو حصل بالاي في سي، اتوسع زاد حجم الاي في سي. بالاكسبيريشن بينزل الضغط فبيدفق الدم الراجع من الاي في سي للقلب، بالتالي بيتقلص عندي الاي في سي. هاي شغلة بس تخليها ببالنا انه شو اللي بيحصل، شو التفاعل الحاصل ما بين الرئتين والقلب. هذا شو بيأثر لي؟ انا عندي اللي بيرجع عندي الدم بشكل اكبر الى الجانب الايمن من القلب، فبالتالي رح يعني انه رح يصير في رجوع اكثر للدم للجانب الايسر من القلب، وبالتالي الناتج القلبي رح يزيد، بس رح يزيد بعد بضعة نبضات، لانه لبين ما يمر الدم عبر الدورة الدموية الرئوية بعدين بيجينا على الجهاز يسرى من القلب. اللي بينتج عنه شيء اسمه Pulse Pressure Variation، الفرق ما بين الضغط الانبساط العلوي شايفين والضغط الانبساط السفلي. هذا التذبذب اللي حاصل هو اللي بنسميه Pulse Pressure Variation. بنقسم نحن البلس بريشر ماكسيمم على البلس بريشر مينيمم، فهوني هذا كان الماكسيمم، الفرق ما بين الانقباضي والانبساطي الماكسيمم وهذا المينيمم. نطرح هذا من هذا ونقسمه على معدلهما، وبالتالي بيعطيني شيء اسمه البلس بريشر فاريشن. هي بناخذها كنسبه نحن لها شروط. هذا المريض لازم حتى من هذا البلس بريشر المريض لازم يكون على الجهاز، مو بس هيك يعني هو لازم يكون على الضغط الايجابي، ولازم ايضا يكون عم ياخذ حجم تهويه اكثر من 8 ملي لكل كيلوغرام، والمفروض المريض ما يكون عنده اضطراب في النظم. اي شيء اكثر من 12% تغير بالبلس بريشر بيدلني انه المريض عنده نقص حجم، بالتالي راح يستفيد من إعطائه السوائل. الستروك فوليوم فاريشن على نفس الطريقة، هي ما بين الحجم الضربي مع تغير التنفس. الاندكس بريتوري اوكلوجن تيست كتير مهم، حكيت لكم يوم نعمل اكسبيريتوري هول لمدة 15 ثانية ونشوف إذا بيرتفع عندي الضغط. إذا تغير الضغط بنسبة 5% زاد، هذا بيدلني إنه المريض رح يستجيب للسوائل. أنا شو عملت يا جماعة الخير؟ لما عملت expiratory hold خليت الدم الراجع يزيد للقلب، شايفين؟ لأنه أنا خليت الضغط داخل الصدر في الحد الأدنى له، وبالتالي ما عاد في شيء عم يضغط على الجانب الأيمن من القلب، فالدفق الوريد الراجع رح يزيد، وبالتالي إذا كان المريض عنده نقص حجم رح يرتفع الضغط عنده، لأنه أنت أعطيته دفق راجع وريدي أكثر، وبالتالي هذا المريض ممكن يستجيب لإعطائه الأوريد.
حكينا عن الـ IVC assessment، بس هون بدنا كنت أحكي لكم أنه غير أنه والله منقيس حجمه يعني أكثر من 2 سنتي وأقل من 1 سنتي، نحن منشوف التغير ما بين التنفس ما بين الشهيق والزفير، وهذا بيعطيني بيدلني أيضا إذا المريض مستجيب للسوائل. إذا مريض ما هو على الجهاز التنفس الصناعي وحط له قسطرة مركزية، إذا شفت أن المريض عند بياخد شهيق عم ينزل الضغط الوريدي مثل ما أنتم شايفين هون، فهذا بيدلني على الأغلب أن المريض رح يستجيب للسوائل، وعادة الفرق أو الهبوط لازم يكون أقل شيء 1 ملليمتر زئبقي. طيب أنا مريض ماني متأكد هل هو عنده رح يستجيب للسوائل ولا لا، بسأل نفسي هل مريضي فلود ريسبونسيف؟ إذا كنت أنا متأكد أنه مريض فلود ريسبونسيف، روح يا عمي أعطيه سوائل وتوكع الله ما عندك مشكلة. لا والله ماني متأكد، هذيك الساعة لازم أنا أوقف وأقيم الوضع. إذا كنت ماني متأكد، هذيك الساعة نحن بنعمل شيء اسمه الفلويد تشالنج، وعرفنا أنه التحدي السوائل قد يكون عدة أنواع. ممكن نعطي ميني فلويد تشالنج اللي هو 100 ml، بس لازم يكون عندي ادفانس موديناميك مونيتورينج ديفايس. ممكن اعطيه 4 ملي لكل كيلوغرام فلويد تشالنج، هو هذا المتعارف عليه، هو هذا الامثل. ممكن انا اذا المريض بقدر ارفع له رجليه الباسيف ليج ريست تيست وعنده قسطره شريانيه هذيك الساعه، هي ايضا بتدلني، او بعمل له الاندكس بيرتي اوكلوجن تيست. فهذا هي النقطه عمليه ممكن نستفيد منها. طيب كيف بعرف انه مريض تحسن او استجاب للسوائل؟ اول شيء البريفيوجن انديكيتورز بتتحسن عندي، والهيمودينامكس ريدنجز بتتحسن، كلاهما لازم يتحسن لحتى اعرف انه مريضي عم يتحسن. فانا اعطيت المريض عندي اللاكتيت تبعه 6، اعطيته والله نص لتر سوائل او اعطيته لتر، جيت عليه بعد ساعه زمان لقيته صار 4، معناها مريضي عم يتحسن. بيترافق عاده مع هذا التحسن باللاكتات تلاقي والله الضغط طلع، نبض القلب نزل. فهي النقاط اللي حبيت أذكرها هون، عم يأكدوا هن بالنقطة الخامسة بالموجهات تبع هاي الدراسة اللي حكيتها، إنه والله الفلويد ريسبونسيفنس doesn't equate to the need for fluid، إنه مو دائما والله اكتشفت إنه مريضي رح يكون فلويد ريسبوندر go ahead أنا أعطيه سوائل، ما شرط. إذا مريض علامات التروية تبعيته كويسة وضغطه مستقر، ما في داعي نعطيه سوائل زيادة، لأنه حكيت لكم بالسلايدات الأولية إنه زيادة السوائل بضر بالمريض كما تضر نقص السوائل. فكنا بدنا نحكي على أنواع الصدمة وشو نقصد بالصدمة، اللي هي يعني حقيقة نقص الصدمة هي متلازمة نقص التروية النسيجية ونقص أكسجة الأنسجة والناجمة عن أسباب متعددة طبعا. وذكرنا إنه مو دائما بتكون مترافقة مع هبوط بالضغط، بس إذا موجود فبيكون الضغط الانبساطي أقل من 90، أو أن الضغط المعدل ضغط الشريان أقل من 65. أهم شيء ننتبه بالمرضى اللي عنده ارتفاع في ضغط الشرياني، توتر الدم الشرياني، هبوط 40 مليمتر زئبقي عن المعتاد عليه يدل أن المريض عنده حالة صدمة بالذات، ويؤكد على وجود نقص في التروية، علامات نقص تروية من أمثلتها طبعا هبوط ارتفاع في اللاكتيت، او انه والله هبوط في مستوى الوعي، او انه والله في الادرار. حكينا عن هذه السلايدات فما في داعي نعيدها مره ثانيه اخرى. كنت هاي بس هذا السلايد لاكد لكم على انه الناتج القلبي بيعتمد على شغلتين رئيسيات، قلوصيه القلب وحركته، بس شيء مهم ثاني اللي هو الحجم الراجع الوريدي للقلب. في الحالة الطبيعية عندي أنا القلب شغال وعم يدفق الدم، وفي أوعية دموية وفيها إلها مقاومة، في أنا عندي الحجم الوعائي الكامل. الاضطراب بهذه الأشياء بيؤدي لي لأربع أنواع عندي، إما يكون نقص يعني صدمة بنقص الحجم قد تكون نزفية وغير نزفية، أو أن تكون عندي صدمة قلبية سواء اعتلالية كالاحتشاء أو ميكانيكية إصابة صمامية، توزعية مثل ما حكينا إمتانية أو قصور حاد القذر، عصبية تعافية، أو أنه مثل ما أنه فشل الكبد، وانسدادية هي الصم الرئوية الكبيرة أو ريح صدرية ضاغطة أو اندحاس قلبي والتهاب التامر. هاي كلها بس يعني تمثيل لشو اللي بيحصل عندنا بالصدمة التوزيعية، أنه المشكلة بتكون أول شيء بالهبوط المقاومة
الوريدية، بينما بالهبوط بالصدمة بنقص الحجم، أنا عندي نقص الحجم أول شيء، هذا بيؤدي لتسارع في ضربات القلب، وهون بيصير عندي ارتفاع في المقاومة الوعائية، والمريض بيكون عند اللمس بارد الأطراف. حبيت نبهكم على نقطة أيضا عند طبعا هون هذا كان classification of hypovolemic shock، ما راح أذكر لكم إياه الآن، بس كنت أكد على نقطة أن نعمل resuscitation للمرضى اللي عندهم نقص حجم، لازم نتذكر أنه والله أن يحط كانولا مثلا خضراء أو رصاصية اللي هي 16 أو 18 جراي، أهم عندي من أنه حط قسطرة وريدية، لأنه شوفوا الكانولا الخضراء بتعطيني تقريبا 100 ملي بالدقيقة، بقدر أدفش فيها 100 ملي بالدقيقة، بينما القسطرة المركزية لا، بسبب مشكلة في طولها بتقلل معدل إعطاء السوائل للمريض. فعند اللي بيجيك مريض حادث لا سمح الله، إصابة حربية أو شيء، أول شيء لازم تفكر فيه إنه تحط قسطرة، يعني كانولا خط وريدي يكون عريض قدر الإمكان وقصير، عريض وقصير بيعطيك يعني ممكن يعطيك لغاية 240 ملي بالدقيقة. هاي يمكن عم نحكي هون على الكارديوجينيك والأوبستركتيف شوك، ما في داعي ندخل فيهم. شوف هي الأشياء المستخدمة مشان نحسن من الحركية الدموية، إما أنا بدي أعطي سوائل للمريض أو بدي أسحب منه سوائل، أو إنه المريض عنده مثلا حالة الصدمة التوزيعية بحتاج أعطيه مقبضات وعائية، وإذا كانت المشكلة في عضلة القلب بعطيه محفزات لعضلة القلب الأينودايليترز. السوائل يفضل استخدام السوائل المتزنة والكريستالويد أحسن من البلورانية، أحسن من الغروانية. هاي بس أمثلة على السوائل. هاي مثل ما حكيت لكم الفلويد تشالنج 4 مل لكل كيلوغرام، نستعمل بالانسد فلويدز. وهون كنت بدي أحكي لكم عن الفيزو بريسرز اللي ممكن نستخدمهم وتأثيرهم على عضلة القلب والأوعية الدموية. طيب نرجع لمريضنا بس هيك على السريع. She received fluids and vasopressor but the blood pressure remains low. This indicates refractory shock. عند المريض بيواجهني مريض عنده refractory shock، أنا عملت له resuscitation بالفلويد، بلشته على vasopressors النور أدرينالين مثلا هون، لا نحط مريض A-line. فبعد ما نحط له A-line بنحاول نحن نوصل لأنه يكون التارجت تبعنا المين arterial pressure أكثر من 65. إذا ظل أقل من 65 رغم أنه ماشي المريض على جرعة فاصلة 5 مايكروغرام لكل كيلوغرام بالدقيقة، فهي حالة نسميها refractory shock، يعني صدمة معندة. يفضل أن نكون عملنا له للمريض إيكو وعملنا له حتى تركيز الأكسجين الوريد المركزي عشان نتأكد أنه ما في ضعف في الناتج القلبي. الريفراكتوري شوك لازم اول شيء نحن ننتبه شو هي الاشياء اللي ممكن نعكسها، الاشياء الراجعه نتاكد مره انه مريض ما لسه عنده نقص حجم، ما سوائل، او انه والله اذا عنده حماض شديد ممكن نعطيه صودا بيكارب، فهذا بيساعد تاثير المقبضات الوعائيه على المستقبلات، او انه مثلا المريض ما بيحتاج هيدروكورتيزون لانه هو عنده مشكلة في الكفر أو في الغدة الكفرية، إذا كان عنده نقص كالسيوم. عفوا سامحك كلام، أنا عفوا نحن معنا دقيقتين دكتور حسن، خلص تقريبا انتهى. أوكي خلصت. الهايبوكالسيميا أو إنه المريض عنده ماسيف بي إي، إذا عدلنا الأسباب اللي ممكن نعدلها نرجع منضيف بها الحالة الإبينفرين أو الدوبيتامين أو البيزوبريسين، أو إذا كل هذا ما فاد قد يكون المريض عنده مشكلة في الجانب الأيمن من القبرات الفيلير، موسعات للأوعية الدموية الرئوية مثل الملرينون، يعني شغلة بتصير متقدمة. إذا المريض لسه ما عم يستجيب ديك الساعة في المراكز المتقدمة لازم نحوله للإكسترا كوربوريال لايف سبورت، تغلي مثل الاكمو الاكسجين الغشائيه نوع الوريد الشرياني بيكون. وبهيك بتكون تقريبا كملنا الجيكسوب، بضل عندي بس انا انه احكي
طبعا الترانسبورت من ثم ديليشن والبرمانيا ثم ديليشن، هذول حقيقة في المراكز المتقدمة اللي يعني فيها الأجهزة هذه تحتاج لتدريب حقيقة وإمكانيات. هي هون الخبراء في العالم عم يقولوا لنا كيف بنتعامل مع أي مريض عنده هبوط في الدورة الدموية، إنه بنحط له قسطرة مركزية، بنعمل له تقييم سريري، بنحط له لاكتيت، يفضل نعمل له إيكو من البداية إذا موجود هاي القسطرة الشريانية، وهي الأشياء اللي بنقيمها بناء عليه بنشوف شو لازم نعمل المريض. إذا المريض كان عنده ARDS فلازم نعمل له ترانس بلمونري ثم ديليشن أو بلمونري آرتري كاثتر إذا كنا شاكين بفشل قلبي أيمن. هيك راح أوقف وأنا مستعد لأخذ الأسئلة. شكرا 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 كثير دكتور حسان، المحاضرة قيم جدا. طبعا أنا أعمل بحديثي الولادي ولكن الحقيقة استفدت كثير من المحاضرة، المبادئ العامة نفسها تقريبا. قد يحدث أنه مريض يأتي بصدمة نقص حجم والتصحيح الخاطئ ممكن يوصلنا لوذبة رئة، وبالعكس ممكن يأتي مريض يعني بصدمة معاوضة، القصور في التصحيح ممكن يؤدينا إلى صدمة غير معاوضة. شكرا كثير لك. أنا عندي سؤال عن اللاكتات أسيد أو حمض اللاكتات، طبعا استخدامه بالسنوات الأخيرة زاد وطلبه زاد. أنا كنت بدي أسأل، طبعا هو مثل ما حكيت في قسمين له، سبب نقص الأكسجي والسبب الثاني هو الاستقلابي، أو ما الاستقلابي هذا ما رح أسأل عنه، رح أسأل عن موضوع لما يترافق مع الإنتان، فهل هو ممكن نعتبره من المؤشرات الإنذارية يعني ارتفاع، وكل ما زاد اللاكتات هذا بدل أنه الإنذار أسوأ، أو هل مراقبته ممكن تفيدنا في معرفة العلاج، هل يعني علاجنا هل يؤتي نتائج جيدة مثل نحن نراقب أحيانا بالسي آر بي، بدك أن تعرف هل ممكن يكون مؤشر للمراقبة أيضا؟ سؤال عظيم أخي، بارك الله فيك. هو حقيقة ارتفاع حمض اللاكتيت في حالات الإنتانات له سببين. السبب الأول قد يكون له علاقة فقط أن المريض عنده التهاب، وهي الجراثيم هي اللي عم تنتج لي او ادت الى انتاج اللاكتيت، فهذه ما هي حاله خطيره، ما بتدلني انه والله الانذار سيء. الانذار سيء بيكون اذا كان مترافق مع الالتهاب صدمه انتانيه، هون بيكون في مشكله، واكثر بيكون المشكله اكثر عند عم بعطي مريض العلاج، اعطيته مضادات حيويه، اعطيته سوائل، بلشت على المقبضات الوعائيه ولسه اللاكتيت ما عم ينزل معي، بصير اللاكتيت عامل انذاري يدل على انه الانذار راح يكون سيء. طيب في عندنا سؤال هون من الزملاء، نعم. كاتب انه الضغط الشرياني الوسطي له عدة معادلات، انت ذكرت ما يخص السي في بي، هل النتيجة نفس القيمة بالنسبة للمعادلات الاخرى؟ هي انا اللي ذكرته حق الادق، لانه نحن لو بدنا نمشي كنا بدنا شيء 3-4 سلايدات لاشرح لكم كيف وصلنا لهي المعادله، اللي هي اخذناها من طريق او من قانون اوم حقيقه، اللي هو بيستخدم بالكهرباء، راح تستغربوا انه يعني استخدمناه ايضا للوصول لمعادله المين ارتيريال بريشر. المعادلات الثانيه اللي ذكرتها اخي ما راح تعطيك تقريبا نفس النتيجه، بس هي يعني ما بتفيدك انه تفهم او تحلل المعطيات اللي حاصله في نقص الضغط الشرياني، مشان هيك انا اكدت انه جبت هاي المعادله، بس انه تقريبا النتيجه واحده بتكون. نعم اخي الكريم. بالنسبه لسؤال التقييم زمن الابتلاء الشهري عند المريض المصاب بالصدمه الحاره، نعم، كيف يعني احنا بنعرف الباردي ممكن يتقيم، هل يتقيم بنفس الطريقه الضغط على هو طبعا نحن عندنا في الكبار يختلف الوضع عن الصغار، لازم اكد هو نحن عند الصغار احنا ما بنشوف الصدمه الحاره، غالبا بيكون عندنا صدمه باردي، فالصدمه الحاره عند الكبار عندكم يعني بنشوفها بشكل اكثر يعني. ايوه نعم حقيقه، حتى في مرضى الصدمه الحاره اذا جاز التعبير، نحن ما بنستخدم التعبير بالكبار بس أيوة. يعني ممكن تجد في حتى عندهم يعني تطاول في زمن الامتلاء الشعري بشكل عام بيكون سريع، وهذا ما بيعكس لي حقيقة الوضع الحقيقي للمريض، بس بلس نبلش يتطاول زمن الامتلاء الشعري معناها مريضي عم تصير عنده مشاكل لازم اتعامل معه، يعني اعطي انتباه اكثر حقيقة. نعم. كنت بدي في سؤال على متى استخدم انا الانوتروبس الدوبامين الدوبيوتامين،
يعني هل انا بستمر مثلا مريض بدات في تعويض ال في في معالجه مثلا لنفترض صدمه نقص حجم، بدات في تعويض السوائل بس المريض ستيل مثلا عنده هبوط في الضغط الشرياني، ف يعني متى انا ابدا استمر حتى ام لا، متى ممكن ابدا، وهل في حالات خاصه عند المرضى ممكن استعجل في البدء في الانتروبس؟ سؤال طيب، وكان هذا احد الاشياء السلايدات اللي راح نحكيها، انه انت نستخدم كل يعني مقبض وعائي او محفز قلبي بشكل عام. نحن يعني السرفايفنج سبسس كامبين العالمي المشهور في معالجه السبسس بيقول لك والله انت ابدا بالسوائل اول شيء، وحاول تعطي بالساعتين ثلاثه الاولى لغايه 30 ملي لكل كيلوغرام لهذا المريض. هلا بهالاثناء انت عم تعطي السوائل ومريضك ما عم يتحسن، او انا اطلعت ولقيت والله الدايستوليك بريشر لساته تحت ال 40، اعطيته سوائل ولساته الدايستوليك بريشر تحت ال 40، انا ممكن من اللتر الاول للمريض ابدا عليه المقبضات الرعائيه. ليش؟ لانه مبين علي المشكله انه راح تكون هي هبوط في المقاومه الوعائيه. برجع باكد الضغط الانبساطي يا اخوان مؤشر قوي على المقاومه الوعائيه، فاذا كان المقاومه الوعائيه منخفضه جدا ان تستجيب للسوائل فقط قل ما يحدث هذا. اذا كان والله لحقت المريض في المراحل المبكره، اذا لحقت المريض في المراحل المتاخره شوي قد يكون يعني ما راح يستجيب، على الاغلب ما راح يستجيب للسوائل لحاله، بالتالي يعني بجهز نفسي لاعطائه المقبضات الوعائيه من بكير. هلا الدوبامين نحن بالكبار، بأكد بالكبار، استخدامه الوحيد تقريبا عند بيكون عندي صدمة عصبية، لأنه بيكون مترافقة مع هبوط في ضربات القلب وتوسع أو هبوط في المقاومة الوعائية. فعند بتعطي الدوبامين أنت بتستفيد شغلتين، ترفع ضربات القلب بتسوي تقلص في يعني في الأوعية الدموية. الدوبيوتامين أنا بعطيه عند بيكون عندي مؤشرات أنه والله في هبوط في القلوصية القلبية، مثلا عملت الإشباع الوريدي المركزي وطلع عندي منخفض، هذيك الساعة هون بينصح باستخدام الدوبيوتامين. أو والله عملت السي أو تو جاب مثل ما فرجيتهم للأخوان كيف نحسب السي أو تو جاب، فينس سامبل وارتيريال سامبل، ويطلع عندي أكثر من 6 ملي متر زئبقي، هذيك الساعة واضح إن المريض عنده مشكلة في القلوصية القلبية، وإضافة شيء مثل الدوبيوتامين رح يساعد في تحسين الناتج القلبي وبالتالي ترويه الاعضاء والاجهزه. نعم. طبعا هو كان في سؤال اعتقد من الاخ عبد الحنان الجوجي عن الفرق بين الدوبامين والدوبتامين، اعتقد يعني جاوبت عنه، كان نفس انه في الصدمه تم الاجابه عليه حكيم في الصدمه غير القلبيه، عن الفرق بين الدوبامين والدوبيوتامين في الصدمه غير القلبيه. نعم خلاص فجاوبت، الله يعطيك العافيه. أنا شاكر ومقدر، شكرا كثير دكتور حسان على المحاضرة القيمة، والله يعطيك ألف عافية، الله يجزاك الخير. حياكم الله، أهلا وسهلا، ألف شكر، أتمنى لكم التوفيق.